المزيد من التفاصيل من رفح المصرية ينضم إلينا رسولنا سمير عمر. سمير، كيف هو المشهد وتحديثات الأوضاع خاصة في رفح من حيث أنت، وإن كان هنالك حتى أي مواقف صادرة عن القاهرة لافتة في هذه الساعة؟ يعني تسبيح، دعينا نرصد هذا الأمر من ثلاث زوايا رئيسية. الزاوية الأولى هي ما وصلت إليه جهود الوساطة المصرية بشأن التوصل لهدنة أو لوقف لإطلاق النار وتبادل للمحتجزين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. حتى اللحظة لم يطرأ على الموقف الفلسطيني الحمساوي أي تغيير، هم يريدون وقفا شاملا لإطلاق النار ولا حديث عن أي صفقة لتبادل إطلاق النار لتبادل الأسرى والمحتجزين إلا بعد هذا الوقف. يريدون أيضا إذا ما كان هناك اتفاق أن تشمل الصفقة إطلاق سراح عدد من القادة الفلسطينيين، في مقدمتهم بالتأكيد مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وأيضا أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي يعني سجن حتى قبل أن يدخل مروان البرغوثي إلى السجن. ومن ثم فهذه شروط تضعها حماس وترى أنها يعني جديرة بالتنفيذ، لأن إسرائيل تشهد وتتعرض لمقاومة تحسبها حماس شرسة وأنها باتت مكلفة ليس فقط على المستوى الميداني ولكن أيضا على مستوى الضغوط الداخلية التي تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية بشأن وجود استمرار وجود الرهائن في قطاع غزة. على الجانب الآخر، الإسرائيليون ورغم اعترافهم بتكبد الخسائر في سقوط قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلا أنهم حتى الآن يصرون على استمرار العمليات العسكرية لحين القضاء على حماس كما قال نتنياهو يوم أمس. لكن هذه التصريحات المتبادلة وهذا التصعيد وهذا التصعيد الميداني لا يعتبروه الوسطاء دليلا على وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، بل على العكس يعتبرونها فرصة لمحاولة جسر الهوة بين المواقف بين حماس وبين إسرائيل على أمل أن يتحقق على الأقل وقف دائم لإطلاق، على الأقل وقف بهدنة طويلة نسبيا ودخول المساعدات وأيضا إطلاق سراح عدد من المحتجزين والأسرى الفلسطينيين. فيما يتعلق بالمسار الآخر ودخول المساعدات، معبر رفح اليوم صارت فيه الحركة بشكل طبيعي نسبيا رغم التوتر الذي حدث بعد قصف إسرائيلي محيط معبر رفح من الجبل الفلسطيني، لكن وفقا للمصادر المصرية فقد عادت الأمور إلى حالتها شبه الطبيعية. خرج من معبر رفح اليوم 13 جريحا فلسطينيا، 11 جريحا تلقوا العلاج في مستشفيات مصرية، بينما نقلت حالة إلى المستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش وأخرى تنتقل إلى البرازيل لتلقي العلاج في الخارج. بالنسبة لحركة الطائرات، 340 طائرة وصلت مطار العريش وفقا لمحافظ جنوب سيناء، محافظ شمال سيناء اليوم تمت اليوم، وست سفن أربعة منهم قدموا شحنات مساعدات واثنتين منهما تعملان كمستشفى ميداني، إحداهما فرنسية والأخرى إيطالية. حتى اللحظة من معبر رفح الجانب المصري لرفح، الزميل سمير عمر، شكرا جزيلا لك سمير على كل هذه التحديثات.